وعلى هامش جلسات المحور السياسي، قال الخبير في مجال المجتمع المدني أحمد عبد القادر تمام إن وجود نقابات للعمل يجعل مجتمع الأعمال مستقرا ويجذب الاستثمار. ولفت تمام إلى أنه كان هناك تنوع في المشاركة بالحوار الوطني، وهو ما يزيد الفرصة للخروج بأفكار قابلة للتنفيذ. تطبيق معايير العمل الدوليه اللي هي بنسميها الاي ال اس او الانترناشونال ليبر ستاندرد، واللي مصر موقعه على اغلب اتفاقياتها مع منظمه العمل الدوليه، وجزء منها اللي هو حق التنظيم وحق تكوين النقابات، في مقابل انه اصحاب الاعمال مثلا عندهم منظماتهم زي جامعات المستثمرين واتحادات الصناعات والغرف التجاريه، في المقابل الناس بتطالب بانه يبقى في منظمات تعبر عن العمال، ودي حاجه امنه جدا لاي مجتمع، لانه هنلاقي حد نتفاوض معاه في حاله حدوث ازمات او مشاكل، لكن عدم وجود نقابات قويه بيخلق مشاكل اكتر، وده اللي احنا مش عايزين نوصل له. لكن وجود نقابات ممثله للعمال زي ما اصحاب الاعمال لهم منظماتهم، ده بيخلق حاله من التوافق وحاله من التعاون، وده كمان بيبقى مطلب للمستثمرين علشان الاستقرار العمل، لانه يعني طول الوقت انه المستثمرين بتدور على مجتمع مستقر، المجتمع المستقر لازم يبقى فيه حد بيمثل اصحاب المصالح، فلو ما فيش اصحاب المصالح دول ممثلين في كيانات نقدر نتفاوض معاهم، نتعاون معاهم، نتشاور معاهم، بتحصل مشاكل، ودي بتبقى صفه مهمه جدا في اي مجتمع بيجذب الاستثمار.